السلام عليكم. ضمن سلسلة حلقات الصمود والبقاء على قيد الحياة، بدي أقدم لكم اليوم حلقة عن كيفية فتح تنك المعلبات بدون فتاحة علب. لنفرض أنكم بحرب لا سمح الله، أو بمخيم، أو بجزيرة نائية، أو حتى برحلة في الغابة ومعكم تنكة معلبات وبدكم تفتحوها بس ما في فتاحة علب، شو بتعملوا؟ كل شي بيلزمكم لفتح تنكة معلبات هو سطح اسمنتي او حائط اسمنتي او صخرة بتمسكوها وبتحفوها على سطح الاسمنتي من الوجه اللي عادة بتفتحوها منه لما تستخدموا الفتاحة. رح بلش حف. مثل ما شايفين الغطاء تقريبا انفصل، وصار فيني اكل محتواها واصمد المزيد من الوقت على قيد الحياة، رغم انه شوي تلوث، بس لما نكون بحالة طوارئ ومقطوعين ما عندنا خيار. بتمنى هالحلقة تكون فادتكم. لمشاهدة المزيد من الحلقات ضغطوا الرابط ادنى هالفيديو او فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا الاشتراك والشير والانضمام لفريقي الرسمي على الفيسبوك، رابطه أسفل هالحلقة كمان. إلى اللقاء.